ليلة سائح أمريكي في مستشفى مغربي تحصد ملايين المشاهدات وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي. When they give me the bill of how much a night in the ER and four separate medications cost, and it came out to $31, and they only accepted cash. Voici l'espoir. انتشر شريط فيديو لشاب أمريكي في المغرب بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خاصة التيك توك، وحصد آلاف التعاليق وملايين المشاهدات حتى وصل للصحافة الدولية. ووضع الشاب الأمريكي كريستيان غروسي البالغ من العمر 23 عاماً من خلال الفيديو المصور مقارنة بين نظام الرعاية الصحية في بلاده أمريكا والمغرب، خاصة على مستوى تأدية فاتورة العلاج. وظهر الشاب الأمريكي متفاجئا في الفيديو وهو يحمل الفاتورة الطبية، وصرح قائلا إنه قضى 24 ساعة قيد العناية الطبية ليدفع حوالي $30 فقط، رغم عدم توفره على التأمين الصحي. وحصد المدون الأمريكي الشهير كريستيان غروسي أكثر من 2 مليون مشاهدة على الفيديو الذي وثق خلاله تجربة علاجه في مستشفى بالمغرب.